الإسلام من ألفه إلى يائه بالمنطق. أكو كتاب اسمه الكتاب الإسلام في عصر الفضاء. في هذا الكتاب أنا رأيت هذا الشيء، يقول إن إنسانا كان مبتلى بالصداع الكبير، كل ما عالج ما فات. أخيرا راح إلى ألمانيا الغربية. في ألمانيا الغربية كل معالجة لم تنجح، وأخيرا من الصداع الشديد مات. يقول الدكتور البروفيسور المباشر لمعالجة هذا الرجل استأذن من المستشفى أن يشرح رأس هذا الرجل ويرى ما في رأسه من مرض، حتى يكتشف المرض لمريض ثان. اكتشف رأسه، شال الرأس جمجمة وراء المخ، رأى أن في المخ أي عيب وخلل موجود يسبب هذا الشيء. فحص 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 بدقة متناهية حتى وجد في مقدمة المخ فوق الدماغ، وجد ميكروبات صغيرة إلى أبعد الحدود. جاب المحاليل المختلفة المركبات وأخذ يجعل كل محلول ومركب على هذه الميكروبات حتى يرى أنه يقتلها أو لا يقتلها. ما قتلها، تعجب. والمرض من هذني، وهذا الوجع الأليم من هذني، تعجب ماذا يصنع. جرب تجارب ما انتهى إلى نتيجة. أخيرا فريديوم كان محله حار، عرق جسمه، ذهب وغسل وجهه، أراد أن يجرب قطرة من الماء وقع على فوتون، وإذا فورا يموت. الطبيب قال إني الآن علمت لأن محمدا لماذا أمر بالاستنشاق. مستحب هذا، مو واجب. لاحظوا أن هذا الحكم الصغير في الإسلام، الصغير له فلسفة وحكمة، فكيف بالأحكام الكبيرة والتي خططها الإسلام لإسعاد البشر؟